اهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من مسابقه شيف العلاقه، الاجواء حماسيه. اهلا وسهلا بك آية. اهلا وسهلا بك فهد، واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه من الحماس بالمرحله الثالثه. يعني اليوم مرحله جدا مهمه راح نعرف بها شيف العراق، راح تبدي اليوم مرحله خطيره يا فهد، اجواء حماسيه، واليوم هم مسوي لهم شغله كلش مهمه. اليوم الاكلات بيها لمسه عربيه، لمسه عراقيه، نقدر نقول عراقيه شرقيه بالضبط. نعم، فالشيفات اليوم حددوا لهم شغلات تلامس الروح العراقيه، منها الرز والسلطه بالاضافه الى لحم او الدجاج بصلصه معينه. هاي اهم شيء التمن، احنا عندنا بالعراق اذا ماكو بالغدا تمن هذا مو محسوب. خلونا بدايه مشاهدينا نرحب بلجنه التحكيم. اهلا وسهلا شيف فراس. اهلا وسهلا بكم. شو اليوم شوفك مشغول؟ دا اسوي تفاح الايه. تفاح الايه؟ على شكل شنو؟ دا انحت الهي على شكل ورد و بس تشوفون انتم يعني وهدايا الايه. ادري مقدم صبار، انا اذا هي ورد انا صبار، انا اسوي لك جزرايه. ما حد يذكرني بيكم. انحت لك جزرايه انا اعطيك كلاس مي، اعطيك كلاس مي. شكرا كلاس مي، شكرا. شلها معنويات شيف سلمت؟ والله ان شاء الله تبشر بخير، دا اشوفهم يعني متحمسين، واليوم الاختبار غير شكل. حلو. وان شاء الله يبداون به ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. انا اشوف اليوم عنصر مفقود شيف مفيد، وين؟ شيف مفيد. اكيد محضر لهم مفاجاه. هم محضر لهم مفاجاه وقال انا راح اتاخر، لكن دخلتي راح تكون مميزه، شنو هي دخلتها؟ ما راح نعرفها. شيف فراس. شيف فراس بس بعد نظره، بس بعد هاي نظراتك تخوف، انت اليوم محضر هم فد شيء مفاجئ. والله انت تعرف انا اي شيء احضره احضره بالاتفاق ويا لجنه التحكيم. اكيد. يعني احنا ما نتخالف، لازم نتفق على الرأي. زين ليش دائما تطلع بوجهك انت؟ انا ما طالع بوجهي، بس المشكله اليوم دبوا عليه سؤال قال تروح وزعه، ما لنا علاقه. اوكي، يعني اكو سؤال. اكو سؤال مشاهدينا اذا لازم يجاوبون. بدايه الاختبار سؤال. سؤال يعني هم اكو اقلام. اماكو اقلام. اليوم اماكو اقلام. اماكو اقلام. فهد اذا شفت النظره مال سلمد السنبو عليه قال شيف هذا السؤال انت وزعه، ما له علاقه. ايوه. طبعا شيف سرمد مسوي رعب بين كل الفريق، بس ها بالشغلات الصعبه يشمرها على شيف فراس. ليش ما اعرف؟ لانه شيف فراس يعرفون المتسابقين انه قلبه طيب. بالضبط، قلبه رحمه. السبب يخلون دائما الاشياء الصعبه عند شيف. هسه راح نبدي احنا لانه اشوفهم وايد تاخروا. زين، خلينا نبدي باجواء من الحماس والاثاره. اليوم الاكلات كليتها دهينيه وكتمن، يعني اكلات تشبع ترد الروح، يعني بالعراقي غدا زين. فلهذا خلونا نشوف اليوم المتسابقين شنو مبدعين وش راح يستعرضون لنا من اطباق مميزه. هسه راح بالمتسابقين يا فهد. بيهم اول اسم يمك آية. ونرحب بالمتسابق الاول احمد مالك، يتفضل ويانا. لحظه احمد، ورقتك وقلمك يا احمد. تاخذ الورقه. حوالي هو راد يغلس بس لقفناه. ما تفرد ما تفرد. تكتب اسمك وتجاوبنا على السؤال. طبعا جوابه جدا محدد يعني. يلا جود لك. اللي يقول لك غششني اقطعه. المتسابق الثاني زهراء محمد، تفضل. تفضل زهراء محمد. ورقتك وقلمك يا زهراء. السؤال صعب. طبعا هم كلهم متخرجين وشايلين هاي الاجواء مال الامتحانات والدراسه، احنا قاعد نقلقهم يا فهد والله. مجرد واحد ياخذ ورقه وقلم. الامتحان واحد وهنا واحد. كم درجه على المجهول؟ بالضبط. يتفضل ويانا المتسابق عمر محمد. ايضا عمر، ورقه السؤال والقلم. رنا كاظم، تتفضل. خلي يا نانا. ورقة السؤال والقلم. فهد انت تشوف الابتسامة، تشوف العفوية والمرح يا اخي، والله استوى انه واحد يعطي من الخوف. لا لا لا، كل متسابقين محضرين ومتحمسين وكلهم متاكدين انهم ماشي في العراق. ترى يعني تشوف مستوى عالي. هو مجرد وصولهم لهي المرحلة ترى. اكيد اكيد. يتفضل المتسابق عز الدين ناجي. على فكره الابتسامه بها هواي تساؤلات. بالضبط. سؤالك وقلمك. زين. المتسابقه هديل عبد الكريم، تفضل. احنا نسميها بين قوسين مدمعه بالمسابقه. مدمعه لعب. دام انت تبكي. تفضلي. خلي اخذي السؤال. جابوا مو تبكين.
وبعد اكتمال عدد المتسابقين لازم اليوم نشرح شنو المرحلة الأولى وعلى شنو تحتوي. أنا راح أحكي هم بداية عندهم هذه باعتبار الاختبار الأول عندهم دقيقتين آية حتى يجاوبون على السؤال. على السؤال هذه أولا. المرحلة الثالثة هي تحتوي على مجموعة من الاختبارات. الاختبار الأول مثل ما شفتوا أنه كل المتسابقين أكو جواب محدد يخص الطبخ، أكيد لازم تكون طريقة الإجابة احترافية تدل على أنه هو شيف مميز، معلومات بالضبط كاملة عن الشيف. هذه أول شغلة، وهذا يعتبر اختبارات المعلومات بالضبط العامة أو الثقافة العامة للشيف. هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية اختاروا اليوم يقدمون ثلاث أطباق. شنو فكرة الثلاث أطباق وشنو محتوياتها؟ فهذه الأسئلة راح تجاوبنا عليها لجنة التحكيم. احكيلنا لجنة التحكيم عن فكرة الأطباق وليش اختارتوا هذه الأطباق بالتحديد. ليش الرز بالذات؟ اليوم اختيارنا لهذا الموضوع طبعا بعد اجتماع بين لجنة التحكيم انه نختار فد اشياء تدل على الأكل الشرقي بس باحترافية، يعني الرز يقدم بطريقة احترافية وايضا مع قطعة من اللحم او الدجاج طبعا مع صوص واضافة الى نوع من انواع السلطة وليس المقبلات، لأن السلطة ممكن تقدم مع الرز. تمام. السلطة شرط تكون عراقية؟ مو شرط تكون عراقية، ممكن شيف سرمد أيضا يشرح بعض المعلومات. احنا ارتئينا نسوي هذا الشيء حتى ندخل الشرقي والغربي سويا، سوونا شرقي بستايل غربي، يعني ميكس نقدر ميكس نتعرف. بالضبط. نعم. بالضبط. شيف فراس شنو رأيك؟ كنا نعرف الرز له أهمية على مستوى العالم مو فقط العراق، يعتبر طبق أساسي وبي تنوع كثير، فارتينا ان تكون الحلقة الخاصة باليوم اعدادها يكون خاص بالرز. نعم. يعدون اي نوع رز هم يختاروه، طريقة غربية شرقية اسيوية، هم مخيرين ويقدمون معاه قطعة لحم. عادة احنا كعراقيين نحتاج اللحم القوزي اكثر شيء او الدجاج المشوي. بالضبط. فاقترحنا عليهم ان يعدوننا قطعة دجاج او قطعة لحم، طبعا احنا محضرين قطعة اللحم كلها عبارة عن زند اللي هي قمة طعم اللحم. هسه شو صار الدقيقتين؟ هم راح يبدون يعدوها بتفاصيل كامله مثل ما قال شيف سرمد. نعم. راح يسوون مزج ما بين الشرقي والغربي وينطون اطباق رائعه مميزه تبهر المشاهدين وبنفس الوقت ايضا طعم مميز. شكرا 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 شيف فراس. وهسه خلصت الدقيقتين يا شباب، تفضلوا سلموا. اكيد الكل ميزته يكتب اسمه، يعني احنا يوم شيف فراس مو يمي يوم شيف فراس يكتبون اسمائهم. شيف سرمد يقولون يوم شيف فراس، يوم شيف فراس علي يوم شيف فراس. الى هنا منتي بالتفاحه بعد، يعني اذا تشوفون شلون دافجروني مسوي لي تفاحه ورده دلال. ورده مسوي لي شورده. شكرا. انا اعزل بعد اروح بكيفك يعني. اروح راحتك الباب اروح انا بعد اي هم سلموا وهسه اجوبتهم بالضبط. خلونا نروح فاصل ونرجع ونواصل.
اهلا بكم مره اخرى، رجعنا لكم من بعد الفاصل. الان راح يصير الاختبار الحقيقي اللي هو اختبار الطبخ. اي بالضبط، هسه راح نبدي العد التنازلي حتى يحضرون المتسابقين الوصفات المنتظره. عرض اليوم جدا مهم، هذا الطبق لازم يكون احترافي ومتميز، طريقه تقديم الرز لازم تكون طريقه جدا جديده واحترافيه، فنقول لهم بالتوفيق وان شاء الله تقدمون ألد ما يمكن بطريقه جدا مميزه وسبيشال خاصه بشيف العراق. يلا ولا ينسون انه هذا الطبق اللي راح ياهلهم للمرحله الجايه. خلينا نبتدي بالعاده التنازلي من ثلاثه. من ثلاثه، اوكي. يلا انت قول ثلاثه خلاص. لا انت وجهك خير عليهم. ثلاثه اثنين واحد انطلقوا. أجواء من الحماس، وأصعب مرحلة هي مرحلة التسوق. طبعاً اليوم يا فهد أطباق بها هواية مكونات، نعم، طرق مختلفة. السلطة تحتاج إلى كمية كبيرة من المكونات، وبالضبط لازم تكون فريش بجودة وبألوان مختلفة وعالية حتى يقدمون أشياء مميزة. إحنا دائماً ننبه على هذه المرحلة اللي هي مرحلة التسوق، لأن هذه تعتبر أهم بداية لانطلاق الطبق. فلهذا احنا نتمنى تكون بدايه جيده، وهسه راح نعيش وياكم اجواء الطبخ وطريقه تحضير طبق مميز لبرنامج شيف العراق. زهراء محمد طالعه بلوك جديد، نظاره مميزه قد تجلب الحظ لها وتجتاز هاي المرحله. شيف سرمد صافن على حكي هديل وهي تشرح له عن طبختها. هاي هديل شلونك؟ تحضر تحضر. اوكي؟ ان شاء الله. شو راح تقدمينه اليوم؟ رز بالفاكهة، بعض انواع الفاكهة المجففة. هو طبق عثماني كان يتقدم للملوك، انه يحتوي على مكسرات، يعني انواع من المكسرات، فاكهة مجففة، لان راح اسوي ويا اللحم، اللحم شوية يحب المذاق الحلو، راح اسوي شيء مختلف. اوكي اوكي. What are we gonna make today؟ شو راح تسوينه اليوم؟ باقلة. اوكي. تمن احمر. اوكي. المعجون والطماطة، عصير المعجون والطماطة. صوص. وراح اسوي سلطة خضروات. اوكي. اي وراح اقدم وياها خيار محفور ومحشى جاجيك، يعني بالنص راح اثبته. واللحم راح اضيف له صوص من نفس الصوص اللي راح يتقدم اثناء التغميس اللي هو الصوص. ممتاز. But make sure time. اي ان شاء الله. Because it's a lot of things you're gonna do, right? Okay. شيف أنا دا أشوف الأطباق كلها لحم وتريد و... إن شاء الله. يعني اليوم راح أشوفون. إيه طبعاً إن شاء الله. إحنا بالمحصلة راح نختار شيف العراق. نعم. لما نقول شيف العراق لازم يكون مستوفي لكل الشروط. فالاختبارات جزء من الشروط. نعم. اختبارات وعندنا محاضرات ايضا، شيف سلمى، شيف فراس، هاني اكو عندنا محاضرات شيف مفيد بخصوص التوابل. راح نعطي محاضرات الايام القادمه ان شاء الله وعلى الحلقات القادمه. اكيد. محاضرات تشجيعيه وتطويريه واعطاء معلومه قد تكون غايبه عنهم. وهذا ما يحتاج. حتى نرتقي بمستوى الشيف اللي راح يكون هو شيف العراق. بالضبط. باذن الله سبحانه وتعالى. اي عز الدين. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك. شلون صحتك؟ الله يخليك. سولف لي. زند صوص التوت عاشت ايدك، والاخذ المي مالته اكبس بيه تمه المي مال اللحم مال الزند، يعني ال الخلاصه مال الزند، الفون فون مال اللحم راح تاخذه تطبخ بيه تمه بس اطلعه بغير طريقه يعني. ان شاء الله الله يوفقك. خذ قلبك. شكرا. هذا تمن باقله، أنا أول شيء أحمص البصل وأحمص الشبنت والباقله اللي هي مفلسة. نعم. وجهين إحنا نقول. نعم. مفلسة وجهين، وشوية أخلي لهم مي حتى ينشر الشبنت مو يعجن هيجي لكلك. أي وبعدين أدير المي، آخر لمسة أضيف النمو بصر المطحون. شوية نمو بصر. شوية مو هواي عن تصير بيه حموضة طيبة. بنطلع حموضة قوية. أي أي لا لا شوية. أي وهذا التمن الأحمر، التمن الأحمر عصير طماطة.
سويته ومعجون. نوعين تمن؟ اي نوعين تمن. عاشتين ان شاء الله. يعطيك العافيه شيف. شكرا. هذا راد النار هذه تبت. اي هو هاي نصيحة. حتى الوقت تجيك. وصل الان الشيف مفيد. واكو مفاجأة وياه والانظار كلها داير مداير الشيف. كلنا منتظرين المفاجأة مالتك، انت خابرت شيف مفيد، انت اتصلت وقلت اني محضر مفاجأة، بلشوا بالحلقة بايدي المفاجأة داخل هذا الكارت. نعم اعلن عنه. مساء الخير اولا. مساء النور اكيد. ايا وفهد المبدعين وزملائي الاعزاء والجرس مالتي. امشي الجرس. مساء الخير ايها المتسابقون. طبعا حبيت انه اقدم لكم مفاجاه بصراحه، وهذا التاخير كان بسبب معين، وهذا السبب طبعا راح يكون واضح امامكم الان، لكن هو سبب ايجابي. هناك هديه مقدمه من كادر معمل بهارات وتوابل الشيف مفيد، اتفقنا عليها، وكانت هذه المفاجاه بصراحه خارج نطاق المألوف بالبرامج. فقررنا انه اجمل طبق واللي يفوز طبعا كلاسيكيه مع جارنش مع كل الصفات والميزات الحلوه للطبق زي. اللي هو المقبلات او السلطات. حمستنا هوايه. فراح تكون يلا هديه. يلا ما اقولها. يلا ما اقولها فراس. يا بحكي طبعا بس واحد يدري هو فراس بالطريقه هذه حكيت له. بس راح اقولها. عموما هي سفره سياحيه الى شمالنا الحبيب كردستان لشخصين طبعا، مع الإقامة الكاملة لمدة أسبوع كامل للي يفوز بالطبق الخاص بالسلطات. طبعاً المفاجآت في شيف العراق ما تخلص، يعني سفرة لا على البال ولا على الخاطر، هم ذا يشتغلون. راح يشبعون سفرات، راح يشبعون منا أربيل منا من نقدر نحرق البقية، يعني استمتعوا يا شباب، طبخوا زين ترى وراكم سفر وسياحة وفر. هسه لازم تركزون لأنه هذه السفرة مدفوعة التكاليف من شيف مفيد. وشخصين وفتشي كلش حلو، يعني لازم يكون اول، يعني اول متسابق باول باول طبق، لازم يكون من يعني هذه بحلقه اليوم. اكيد بحلقه اليوم، يعني حلقه اليوم لها جائزه مختلفه، جائزه خاصه بعيدا عن جائزه شيف العراق. احلى من هيك صراحه ماكو. نحب نقول لكم ان شاء الله تكون هذه الجائزه هي تشجيعيه حتى تقدمون الطبق بطريقه مميزة أكثر وبطريقة بروفيشنال وجميلة جداً. أيضاً نقدر نقول هذه الهدية هي بداية لانطلاق الهدايا القادمة المقدمة للمتسابقين. فخلي نروح نشجعهم يا فهد. لا ما نشجعهم، بس احنا لازم نخوفهم لأن باقي 10 دقائق فقط شباب على انتهاء الطبق. باقي 10 دقائق على انتهاء الطبق، وقت كلش قصير وتحضيرات كثيرة، طريقة تقديم الطبق جداً مهمة، أتمنى تقدمون أطباق مميزة. اكيد اكيد يا فهد اليوم الحكام كلهم حاضرين كروشتهم حتى يتفضلون. باعتبار انه اليوم الشيف مفيد ما اخذ ويانا جوله، فيا فهد اخذ الشيف مفيد بجوله. شيف مفيد تفضل وياي. اجيب السفره وياي؟ لا لا عوف السفره. خلي السفره. هاي ينظمها المتسابق صاحب افضل طبق. خلينا نروح. يلا فهد بين ما تاخذون هذه الجوله انا هم راح اخذ. وين رايحه؟ انا اخذ استراحه. يلا. غفوه. خلي نشوف احمد. يلا نشوف احمد. احمد مبدع طبعا. احمد احب السلطه الناعمه، لكن دائما اقول اني الاطباء بصوره عامه ينصحون اطباء اخصائي تغذيه، اخصائي التغذيه شو يقولون؟ كلما تكسرت خضروات اكثر مو وفاكهه. نعم. كلما تكسرت الفيتامينات. اليوم اوصل لك قصه بهاي السلطه. انا قبل فتره فاقد والدتي. واليوم فاقد والدتك؟ اسوي كل اي والله الله يحفظك. اتمنى وجود اليوم، واليوم هذا الطبق يعني باسمه مسويه اكلها ان شاء الله هي تفرح بيك. فردا حاولت انه اقلده واوصله لكم، وان شاء الله ينال اعجابكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نبذة ضيقه لمسه واضحه جدا عراقيه، وان شاء الله نقدمها بطريقه حديثه ان شاء الله. نفسها بحنيتها ان شاء الله اليوم اقدمه كل شيء. بالتوفيق 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 حبيبي. قدم الشيء بالتوفيق. شكرا شكرا حبيبي حبيبي. التوفيق. شرف الاختبار على النهاية، لكن قبل النهاية خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم.
ورجعنا لكم بعد الفاصل بأجواء من الحماس والتحضيرات المستمرة. أطباق جداً مميزة يا فهد، لجنة التحكيم تدقق بأدق التفاصيل. حلقة اليوم جداً مهمة، تأهيل المتسابقين للمرحلة الرابعة من تصفيات برنامج شيف العراق. هذا البرنامج العملاق، هذا البرنامج المهم، هذا البرنامج اللي راح يحدد سواء أنت كنت شيف العراق أم لا. أو لا. آية راح يخلص وقتهم، باقي لهم 10 ثواني، خلينا نضيع هاي ال5 ثواني، نعطيهم فرصة أخيرة. نبدي بعد التنازلي. نبدي من الخمسة. خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنين. واحد. ستوب. الكل يرفع ايده، الكل يرفع ايده. مثل ما تشوفون جرس الانذار، هذا الجرس اللي حكم عليكم انه تبدون بتقديم اطباقكم. تتفضل لجنة التحكيم على طاولة التذوق. هذه لحظة الحسم يا آية. بأجواء من الحماس، بأجواء من الانتظار والصبر، بعد تجهيز الطبق المميز حتى يتأهل المتسابق إلى المرحلة الرابعة، فراح يستعرض عندنا المتسابق أحمد مالك أطباقه. حبيت نثبت انه الطبخ العراقي يطلع بصوره كلاسيك كلش حلو، وان شاء الله يعجبكم. وخلطت اللي خلطه التشريب مالتنا الخوزي، ضربتها كلها بالخلاط وحاولت اطلع الخلاصه من عندها بطريقه كلاسيكيه تعجبكم ان شاء الله. شوف ان شاء الله شوف. بالتوفيق يا احمد. So the salad the way your mom you make it, right? سلطة عادية موسمية نفس اللي يعني نفس والدتك الله يرحمه. ما لعبت فلفل البصل. البصل حتى البصل نفسه دخلته. Even the size حتى التقطيع. حتى التقطيع نفسه، لأنه كانت أكو فد مقولة شيف يسموهم إحنا يقولون على المرة النادرة كل ما يعني تثرم ناعم يسموها مرة نادرة. Could you tell me about the sauce? How you make the sauce? شلون سويت الصوص؟ صوص مالك. الشيف أخذت مي اللحم بدون إضافة الملح في البداية، نفس التشريب العراقي. مي اللحم نفسه اللي غلي. مي اللحم فقط. نفسه. ما أضفت عليه، خليته لحد ما ينتهي. أخذ خلاصة اللحم. ممتاز. شلت اللحماية. شلت البهارات اللي نأخذها وخرت على صفحة وضربتها كلها بالخلاط وقدمتها ميكس بطريقة جديدة. ممتاز. نستقبل المتسابقة الثانية زهراء محمد. كبسة لحم بالمكسرات والخضار، سلطة زيتون وصوص اللحم. طبق جدا مميز على فكرة كشكل، وبتقديم شرقي مميز أيضا في نفس الوقت. عايزينش بس خلينا نذوق بعد حتى نشوف الطعم. حقيقة طبق مبدع بصنعة وبنكهته، لكن صلصة شوية مالحة. خلي بحسابك دائما الملح ما مقبول الكل. المفروض انه انت تراعين اكو ناس عندهم مثلا يكون ضغط فتكون كميه ملح قليله، ممكن نضيفها بالاخير ماكو مشكله. لكن كطعم روعه وعاشت ايدك وانت دائما مبدعه ان شاء الله. محترفه. I like the way you work. I like how you mix all the ingredients together. It's awesome. سميتي كبسة لو قوزي. حصلتي على الدقة من شيف سربتي. سميتي كبسة لو قوزي يا زلمة. لا هو هذا طريقة قوزي يعني.
اقل. هو التمن اصلا مكبوس بمي اللحم يعني. اعرف بس وكانه ما قاعد احس فيه يعني بوزيتيف. شوف شيف شيف. So the sauce you make it from the how you make the sauce؟ المي لحم مي لحم والمعجون. شغلك؟ بروفيشنال. شكرا زهراء نتمنى لك التوفيق. تفضل يا اخوي طلال. ثانك يو. بطبق مميز واكيد باهم خطوه هي دقه شيف سرمد المنتظره. نودع متسابقه اخذت اعلى درجه من الحماس عند لجنه التحكيم ونقدم متسابق اخر يتقدم ويانا المتسابق عمر محمد حتى يستعرض طبقه للجنه التحكيم. طبعاً فأول ما عرفت أنه لازم أقدم سلطة عراقية جاب بالي كنا نعرف السلطة العراقية الزلاطة اللي دائماً نأكلها بالبيوت بس أقدمها بطريقة شوي مختلفة جاب بالي أقدمها بطريقة التاغو المكسيكي حتى يقدر كل واحد يتذوق الزلاطة العراقية بدون ما يستخدم أي ملعقة يقدر يأكلهم مباشرة باليد وقدمتها بهذه الطريقة هي عبارة عن زلاطة عراقية بطريقة التاغو. الطبق الرز هو الرز المقلي بالطريقة الصينية يحتوي على ميكس من البهارات طبعا الصويا صوص هو الاساس يكون به ميكس من البهارات استخدمت بهارات شيف مفيد طبعا الكزبره اللي هي اللي دخلتها حاولت اعطي نكهه شويه عراقيه يعني شويه عراقيه طبعا لازم يكون البيض من المكونات الرئيسيه اعطيته بشكل مختلف يعني احنا دائما يعني الطبق العراقي ما يقدم البيض مع البيض حتى يقدر الشخص ممكن يتذوق ممكن ما يتذوق حسب يستغني عنه بالضبط. Every time he surprises us. Every time he has new idea. Every time when he mixes the ingredients, all the time I'm waiting for you. What are you gonna do? And I see you when you work comfortable. You know what you do. You trust yourself. Great job. واتمنى التوفيق والتأهل إلى المرحلة الرابعة. تفضل زميلي فهد. أنا متسابقة من البداية كانت خايفة من التمن لكن استجمعت قواها وسوت طبقها لهذا اليوم. تتفضل رنا كاظم تقديم طبقها. يعني رز باللحمه على طريقتي اني اي لان اني اختصاص اكل عراقي بحت واكل شرقي يعني نقدر نقول هذا الاختبار جاب ملعبك اي فيعني من انطوني هذا الاختبار اني مسيطره الحمد لله اي فسويت تمن باقله وسويت تمن احمر تمن باقله حمست بالبدايه بصل خليت لهم مي شويه بعد الحمس وملح شويه فلفل اسود رشه فلفل اسود على مود من ادير التمن عليه المغسول لا يعجن ولكلك الشبنت على مود يبقى منثور. شيف فراس شنو رايك بما انه انت اول واحد كملت التذوق قطعه لحم مطبوخه بشكل جيد تمام رز هذا مطبوخ بشكل جيد النكهه عراقيه بحته طبق متميز عراقي باحت بنكهة جديدة ولكن بإضافات مختلفة حتى نستقبل متسابق جديد يتقدم عز الدين ناجي حتى يستعرض لنا طبقة وشنو التحضيرات وشنو راح يميز هذا الطبق حتى يكون شيف العراق مستقبلا. أولاً سويت هذا الطبق لأنه ما موجود هنا
سويت الزند بالتوت البري والكرز، صوص الكرز والتوت البري. شيف فراس احكي لي، أنا متحمسة صراحة. عز الدين الطبق جدا راقي، مذاق بعد أرقى يعني، كطريقة تقديم معتدلة يعني، لا هي فول برزنتيشن ولا هي داون. هاي واحدة. اثنين، العراقي دائما متذوق جيد ويفرز الطعم الطيب حتى وان كان غريب، فهذا الطعم جدا راقي على شيدك. أنا سبق وتناولت هذا الطبق خارج العراق أكثر من مرة طبعا، مع لحم العجل أو حتى مع الفيليه، هذا الصوص ماكله أو حتى مع لحم الغنم. أبدعت في إعداده، عاشت إيدك 100%، وأيضاً الرز ممتاز جداً، وطريقة تقديم الباذنجانية أبهرتني. How you make the sauce؟ صوص التوت البري مع الكرز. How you make it؟ شلون سويته؟ حمست الصوص بالتوت و You cook them؟ إي بالجريل. Okay، sugar؟ وخليت شكر وشوية مي. And you cook the rice. You cook the rice the same way. إيه. بس صوص البري. إيه or yes. Yes. Okay. Good job. آخر متسابقة. نقدر نقول الخوافة مال البرنامج. نستقبل طبق مميز وجديد. هديل عبد الكريم تتفضل بتقديم طبقها. هذه يسميها ايطاليان ايست. البولش للدوق على كيفك، على كيفك. خبطت تقول لها عافيه تبكي، تقول لها عبرت ايدي تبكي. كنا نخاف حتى نحكيها. لا 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 واضح جدا، واضح. هي حتى اذا ما خايفه فشكلها يوحي انه هي خايفه. تعالي هنا. طبق عثماني، هذا الطبق أصلاً يتقدم للملوك. حبيت أسوي القوز العراقي بطريقة جديدة ومختلفة، سويته ببعض الفاكهة المجففة والمكسرات، واللحم أخذت الخلاصة من عنده وسويت منها الصوص، صار ميكس بين المالح والحلو ويعني حامض بس بنسب يعني متساوية. والسلطة حبيتها تكون يعني متشابهة ويا الطبق ماتي، همين سلطة عراقية بحت بالمكسرات، وهمين هاي الطبق كان يتقدم للملوك هاي النوع من السلطات. رجاء شيف سبب تسأل أي سؤال؟ نو أوكي. ترى دمعة واصلتك على الحفل. هديل عاشت إيدك على هذا الترتيب والبرزنتيشن مالتي، كلش كلش مبدع. من ضمن مكونات السلطة سويت البرزنتيشن. برزنتيشن. Perfect. So whatever is here, it's inside the salad, right؟ هاي نفسها هي. هاي المكونات موجودة هنا. لأنه استخدمتي نفس الطريقة اللي تستخدموها جزر الكاري. نعم. رز العثماني هذا يقدم المادة بالملكية ولحضروا سلاطين. أيوة، but all the Caribbean they use the fruit, a lot of fruit because the weather is very hot. So دائما يستعملون الفروت بالأكل مالتهم بالشغلات. أنا انتظرت قلت. دق لها علمز راح تبكي. هو بس يسوي لها اوكي ما يدق لها، مو هذه الدقه مشاهدينا، مو بعد بعد وايد صار. سيريسلي جود جوب. الرابعه بالتوفيق. الرابعه في راس. طبعا هديل كانت اخر متسابقه، الان لجنه التحكيم راح تاخذ القرار، لكن قبل القرار خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم ونواصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. أصعب مرحلة هي مرحلة التحكيم واختيار من هو الفائز ومن هو اللي راح يغادرنا. طبعا فهد تعرف أنه هذه اللحظة هي اللحظة الأهم، لازم أكيد اليوم لازم نقول لهم أنه أكو أشياء مهمة كانت بسبب مغادرة هذا المتسابق. يعني أكو درجات، أكو درجات على السؤال اللي طاهم إياه شي فراس، اللي جاوب أعلى درجة ممكن شالته إذا كان طبقة مو بالصورة الصحيحة، واللي أخذ أقل درجة ممكن يكون الطبق ساعده حتى يعدي هذه المرحلة. فلهذا أنه لازم ننوه أنه درجة التحكيم حكمت بناء كذلك على الطبق وعلى السؤال. يتفضل الحكام الشيف فراس حتى يفهمنا شقد درجات المتسابقين ومنو أخذ أعلى درجة. السؤال كان لماذا نستعمل الزيت النباتي لقل البطاطا ولا نستعمل الزبدة والمارغرين؟ الإجابة الأولى واللي كانت صح مقرة 18 من 20 لعمر محمد نعمة، مو عمر محمد نعمة 18 من 20 تمام. بس لجنة التحكيم لكن هذه الدرجة يا رد تعتبر أنه هو جزء من المسابقة. نعم هذه مجرد مرحلة واحدة أو اختبار واحد، يعني موضوعك بعده يخوف يا عمر. عمر سوالف مخطط هنا توضيحي ناجح على درجات الحرارة، على درجات الحرارة كتب درجة احتراق الزيت 250 صح، 204 إلى 250 درجة، الدرجة المطلوبة للبطاطا 200 108 إلى 200 صح بالضبط صح. نقطة احتراق الزبدة 150 صح، فما راح توصل مرحلة استواء البطاطا، لذلك ايش كتب؟ كتب درجة الحرارة المطلوبة لاستواء البطاطا هي 175 درجة، لذلك لا يستخدم الزبدة للقلي. وهذا صح، معلومة صح؟ حقيقية طبعًا، معلومة الشيف الحقيقي. اللي بعده أخذ درجة 12 عز الدين، جاوب قال لأنه لا تحمل حرارة عالية والزبدة لا تحمل حرارة، لأن الزبدة تحترق بسرعة قوامها يساعد على الاحتراق. طينا 12 من 20 وراء أحمد مالك قال لتحمل الاحتراق ودرجات الحرارة العالية والزبدة بها نسبة من الشوائب تحترق، طينا 10. زهراء محمد رضا قالت الزبدة والمارغرين سريعة الاحتراق أو التكرمل لاحتواء على نسبة من الحليب، الزيت النباتي مناسب للقلي، هذا أيضا انطيتها 10 وكان جواب صح لكن ركيك، انطيتها 10. عندنا أقل درجتين كانت هي لرنا ولي هديل عبد الكريم، رنا وهديل جوابهم متشابه لكن أكو اختلاف عند هديل بكلمة واحدة، قالت أنه الزبدة ما تتقر مشاوة، هذا صح، طبخ الزبدة ما يتقر مشاوة القلي بالزبدة، فانطيتها 4 ورنا أخذت 3 من 20. شكرا جزيلا شيف فراس. بعد ما عرفتوا نتائج هذا التحدي، خلينا نوضح هذه الدرجات تدخل في التحكيم بالضبط، يعني مو شرط تكون انت ماخذ اعلى درجه معناها انت فزت بالاختبارات كلها، ومو شرط تكون انت ماخذ اقل درجه انه خسرت بالاختبارات كلها، هذه مجرد اما تصعدك درجه من 20 او 3 من 20 نعم او تنزلك. فلهذا يا مشاهدينا هذه الدرجات كانت هي مهمه جدا في المرحله الثالثه من برنامج شيف العراق حتى يتأهل إلى المرحلة الرابعة. مثل ما سمعتوا كلكم الدرجات أكيد كل المتسابقين عرفوا درجاتهم الحقيقة، فلهذا هسه لازم ننطلق إلى المرحلة الأخيرة هي مرحلة معرفة الطبق المميز. هذه المرحلة هي مرحلة جديدة طبعاً اليوم خاصة بالمرحلة الثالثة، معرفة أكثر طبق من السلطة كان طبق مميز، كان مميز وطعمه طيب وكان انه ما عليه اي شوائب او اي اخطاء. فنترك هذه الاعلان هذه النتيجه لشيف مفيد. شكرا. طبعا هاي فعلا شيء جديد، يعني دخلت المسابقه بصراحه لانه حتى تكون بها اجواء شويه، سبب تاخيرك اليوم وسبب تاخيري لا. لانه حجزت بمكتب الحجز طبعا هو الخاص بالسفر والسياحه، فاللي فازت بالطبق المميز طبعا واللي هي تعتبر تميزت بطبق السلطه بطعم وقارنش وكلاسيك وكل الميزات بهذا الطبق وادخال كل المواد بدقه واحترافيه. نعم هي راح اسوي مثل ايه و يا ابو دبن دقوني معود شويه هذا القلب من يدوم ددوم 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 يلا مفيد انا تعبت والله. هي هديه الفائز بطبق السلطه مقدمه من كادر معمل الشيف مفيد لانتاج توابل البهارات اللي هي عباره عن سفره سياحيه الى كردستان الحبيبه. هي يلا شيف مفيد هي
الله يساعدك. شوي وخل كرسي شيء. هي زهراء محمد. ألف مبروك زهراء. ألف مبروك. ألف مبروك. تفضلي زهراء استلمي الجائزة. زهراء من المتسابقات المبدعة صراحة يعني. بطلة. تستاهلين. هذه سفرة سياحية لشخصين طبعاً. تحبين أي واحد يرافق وياك. لا تروحي وأمها. ما تاخذي أختك وياك. هي وأمها أوكي هي وأختها شبيهتها. طبعا من بعد هي وهي وهي اوكي هسه صار وقت الجد صار وقت الخوف لازم اليوم يا فهد لانه احنا المرحله الثالثه مرحله جدا مهمه هذه المرحله هي راح تاهل المتسابق حتى يكون شيء في العراق بالضبط نعم فلهذا اكو نظام جديد راح نذكر مجموعه من الاسماء راح نقول اسماء بالضبط لكن ما راح نقول هذا الاسم فائز او خسران راح نبدي يا فهد ابدي باول اسم يمك واني اقرر اوكي يلا المتسابق المبدع صاحب الاطباق المميزه اللي دائما يحصل على الامتياز العالي من لجنه التحكيم المتسابق احمد مالك هسه انت ما تعرف شنو نتيجتك انت اليوم شويه رجعتنا بالذاكره لورا لكن هذا مو معناه انه انت اخذت درجه كامله او فزت بالمسابقه احمد مالك انت هسه تنتظر نتيجتك صح احمد مالك احب اقول لك اطمن انت موجود المرحله الجايه يا فهد اليوم شوط كلش مهم فخلي يلا انت راح تقول الاسم الثاني رنا كاظم زين انا اقول ان عفره رنا كاظم ممكن من المتسابقين البقيه مو رنا بالاخير بعدين نرجع لها خلينا نحن نقلب غير يلا اوكي المتسابق عمر محمد عمر اليوم خرج عن المالوف عمر اليوم اخذنا من العراق للصين من التمن مقله حطنا بياض شفتي من البياض حطنا شفتي مكس الدول اللي سواه اربع دول جماعه في طبق واحد العراقي المكسيكي الصيني عمر من الشيفات الجدا مبدعين ركزوا لكلمه شيف طبعا عمر مميز جدا طبعاً. طريقه تقديمه مميزه عمر اخذ ويانا 18 نقطه على من 20 نعم كانت اجابته كلش واضحه وكلش حقيقية وجيدة عمر خلينا نقول اسمهم اثنيناتهم من هم؟ اللي هو رنا كاظم وعمر محمد اوكي نقولهم النتيجة؟ يلا انت قولي لو انا اقول واحد وانت واحد انا بالنسبة لي بدي اقول للعمر نتيجته يلا اوكي انت قولي العمر وانا عمر بعد ما تحديتنا وتحديت نفسك بطبق جدا مميز ومختلف اخذت لجنة التحكيم الى الصين باطباق مبدعة طريقة جرانش مميزة دائما احنا متعودين تاخذ الامتياز دائما وابدا فنقول لك انت راح تبقى ويانا للمرحلة الرابعة الف مبروك عمر رجعنا الى رنا بس راح اخلي وياها اسم ثاني الاسم الثاني اللي ويا رنا هديل عبد الكريم بصراحه هذول الاسمين هديل ام دميعه هذول الاسمين اليوم ما نقدر نقول كانوا بكامل قوتهم بس هذول الشخصين ممكن خطأوا بعض الاخطاء وخاصه بالاجابه طبعا الشيف المبدع اللي ينال لقب شيف العراق لازم تكون عنده معلومات عاليه يعني معلومات اعلى من ست البيت فاليوم كان سؤالنا هادف سؤال جدا بسيط الكل يعرفون اجابته لكن طريقه الاجابه بدرجات الحراره بطريقه اجابه البيرفكت هي التفاصيل اللي حتمثل نعم شيف التفاصيل العراق. اللي كتبوها بالضبط ف هم نتركهم نتركهم اليوم الحلقة عبارة عن تعذيب يا شباب تحملونا لأنه إحنا اليوم نريد نكرم اللي فازوا بطريقة مميزة اليوم أنتوا عبرتوا المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة يا فهد نعم راح يتأهلون نعم اللي فاز راح يتأهل أنتوا يعني المرحلة الرابعة زين أخذي عز الدين وخلي نخليهم ثلاثتهم
بالضبط عز الدين وزهراء اللي اخذت الجائزه الشمال. زهراء هي اوريدي بعد اخذت جائزه يعني معناها فايزه. طمني زهراء. هسه انا اقول العز الدين. عز الدين خرج عن المألوف وسوى لنا طبق مميز. كانت طريقه اللحم واختيار التوت زين الاحمر باضافته الى الصلصه طريقه مبدعه. شفت نقول نتيجته يا لا نقولها يا فهد. كيف عز الدين انت تستاهل تكون ويانا للمرحله الرابعه وان شاء الله. الف مبروك عز الدين. الان الاختيار بين هديل ورنا. بين هديل وبين رنا. بصراحة احنا يعز علينا اي متسابق يخرج من شيف العراق، لكن تعرفون انه هذه هي القوانين اللي احنا مجبورين نمشي بيها للمسابقة. الاسم اللي راح يغادر مسابقة شيف العراق وبوصوله للمرحلة الثالثة هو هدف وحده هو نجاح. انت ما دام اكيد وصلت لهذه المرحله انه انت متمكن وواصل الى درجه من الابداع، وان شاء الله يا رب التوفيق وننتظرك اكيد بالموسم الثاني وراح تكون توصل ويانا للنهايه. زين انا ما اريد اقول الاسم فهد. انا بالنسبه لي اترك ما اريد استعجل بالاسم، اريد اشوف اركز بالورقه. رنا كاظم، هديل عبد الكريم. هديل ورنا قدمونا اطباق مبدعه، اطباق بطريقه مميزه وكذلك الطبقين كانوا مميزين بصراحه. نعم لكن هذا قانون البرنامج ولازم اسم من هذول الاسماء يطلع. تفضل. رنا كاظم للاسف انت خارج مسابقه شيف العراق، والف مبروك هديل. واجواء من الفرح. اجواء من الفرح والحزن بالمسابقة. نودع المرحلة الثالثة حتى نستقبل المرحلة الرابعة بأجواء مميزة ومختلفة من مسابقة شيف العراق. انتظرونا بالحلقة الجاية من مسابقة شيف العراق. مع السلامة.